شكرا معالي الوزير سليم جريساتي. هو رجل الكلمة فيعرف ماذا يقول في الزمان والمكان. هو في التشريع كمالك في الفتاوى، وكمالك في المدينة كان في المجلس النيابي الموقر. تتسابق إلى فمه كلمات اللغة لتخرج منه مملوءة قوة وشعرا وسحرا، حتى ليكاد أن يورق خشب المنابر تحت قدميه. دولة الرئيس الأستاذ إلي الفرزلي، المنبر بانتظارك، تفضل. صاحب الرعاية، فخامة الرئيس، أصحاب السيادة والسعادة والسماحة، أصحاب المعالي، السادة الزملاء، أيها الأصدقاء جميعا، في زمن الانزياحات والتصدعات في عصر كثرت فيه الفرق وتباينت فيه الملل، وكل فريق يدعي أنه الناجي، وكل حزب بما لديهم فرحون، في حقبة كثرت فيها المحن والقلاقل، وسط أزيز الرصاص وانهمار القنابل، على بعد أمطار من هنا في لبنان وفي سوريا، بدا ثوب السياسة والأمن والاستقرار في لبنان كثير الرقع. كنا كمثل تائهم في صحراء وهائما في رمضاء، يفتش عبثا عن ظل يستفيئه ونداوة يلجأ إلى طراوتها، فإذ بدت هذه الواحة في وسط البقاع كعباءة تحفظ الوحدة وتستر الرقاع. كان يجتمع رجال الفكر والعلم والسياسة والفن والأدب والشعر والغناء من كل حب وصوب. كان هذا المكان الساحر، كما قال الدكتور فارس ساسين في مقدمة الكتاب الذي ستقرؤون، كما في بيت أبي، كما لبنان بيت بمنازل كثيرة. وكنا نتحاور حول الشؤون والشجون، تتناتشنا الأفكار، تأكلنا الهواجس، تتملكنا المخاوف الجدية على المصير والوجود. أكرر، المخاوف على الوجود. فإذ بإميل حنوش كحذاق السياسيين تشهده بنظرين، النظرة التي تبصره بها وتلك القابعة فيه المتمترسة في هذا البقاع، الحافرة عميقا في باطنه، الآخذة منه كل قيم الإباء والكرامة والفن والأدب والشعر والتراث، كرامة لا بأس بها، إنما الإيمان بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات، والإيمان ب
بوحدة المسلمين والمسيحيين مرددا ما كان قد حفظه من القرآن الكريم: لو شاء ربك لآمن كل ما في الأرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. فكان رد إميل حنوش المقاوم لهذه الدعوات الاستئصالية للوجود. كان هذا المتحف الذي هو التاريخ إن حكى، كان فعل مقاوم كرسالة للبنان، كرسالة للبنانيين، كإيمان ببقاء هذا الوطن السيد العزيز الحر المستقل. هذا الإيمان، هذا الفعل، هذا العمل يقبح وقراءه فقط إيمان. ومن كان له إيمان ونحن في حضرة السادة الأجلاء مثل حبة الخردل لاستطاع أن يقول لهذا الجبل انتقل من هنا لهناك، فينتقل ولا يعصر عليه شيء. كان فعل إيمان حقيقي. فحقق هذا الإنجاز الذي وصفه الدكتور ملحم شاول بأنه أهم إنجاز فني حضاري على مستوى لبنان منذ أن تأسس قصر متحف سرسو حتى يومنا هذا. الفارق الوحيد معالي الوزير أنه قصر سرسو دعم في آل سرسو ماروني، سيدة مارونية تدعى الله يرحمها زلفة شمعون، أما أنت فقد كان أيضا داعمك إلى جانب الموالي الكبار أمثال فخامة الرئيس معالي الوزير نهاد مشنوق، المؤمن بربه المحب للجمال، مش هيك ستنا؟ هذا هو الواقع. هذا الحدث هو ليس عبارة عن بناء وما اكتنزته من الرسوم، هذا البناء هو فعل مقاوم بكل ما تحمل الكلمة للمعنى. وهذا ما يذكرني ببضع أحبيات من الشعر منذ عقود نظمت كرسالة أمل بلبنان والثقة ببقاء هذا البلد وهذا الوطن. تقول: كان لبنان يوم شاء إلهي أن تكون الدنا ترابا وماء، جبلا أبيض العمامة حرا، ذا جلال يطاول الجوزاء، أخضر الفيء عنبريا يغذي، غرسة الأرز في الأعلال علاء، أرزة مثلنا تعيش وتبقى رغم أنف الدهور تأبى الفناء. والسلام عليكم. شكرا دولة الرئيس الأستاذ إلي الفرزلي. كلمة المساعد وخالق هذا المتحف الأستاذ باسكال أوديل.